سارة. آه. انت عارفة من خارج؟ من يعني؟ سلاف زوجة راضي. ايش؟ سلاف؟ ايوه. ايش رايكن؟ تعالي نخرج اعرفكن عليها وبالمرة ننفذ الخطة اللي اتفقنا عليها. تمام. يلا. ولا تزعلي كذا يسلم. اجت لها عندكم برجلها. شوفن على جمال وعلى حلا. الف الف مبروك يا قد. عفوا يا راغب. بس على فكره هذه المره عرفت تختار. ميرسي كثير لعلكم. اعرفك منى، ساره من افضل الزميلات الموجودات عندنا بالعمل. واضح حبيبي، كثير واضح هذا الشيء. خلاص يا راغب، انت ذا الحين روح وسلفة تجي معنا. احنا عملنا لها حفله ونداري ان البنات قد كانوا عاجلين عزمناها على البيت. امانه ايوه نحتفل بمرض اخونا اللي حتى ما ذكرش يعزمنا في عرسه. والله يا ساره يا اختي ايش اقول لك، حصلت ظروف. انا ما شرحت لهم شيء فكري. لا 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 شرحت طبعا، بس نحن كمان قدرنا ظروفكم وقررنا نعمل حفله صغيره للسلاف. عن جد ميرسي كثير لكم حبيبي، ما شاء الله تروح معي. يلا روح معي. لا 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 احنا اصلا نشتك انت وحدك، وبعدين البنات ياخذوا راحتهم معك ويتكلموا. عموما ما فيش مشكله، تروحي معاهم وبنتي مع فكريه. هذه زوجة ابن عمي سمير، اكيد تعرفتي عليها. طبعا فكريه. ها تخلصوا وتروحوا هالبيت. اوكي حاضر من عيون. يلا. صحيح حبيبي نسيت ما اقول لك، هذول ارقام المحلات اللي اخترت لك من عندهم ثياب، تبقى روح لعندهم وجيبهم كلهم. هالي نقيت لك ياهم. ها حاضر على عيني. مسك. يلا تفضلوا. يلا حبيبي ما قلت لي باي. باي. هذا من ضمن المهر اللي قدمه لي زوجي لو متزوجت انا. بالله شو؟ ايوه اصلا نحن عندنا الواحد لما يتزوج ضروري قبل زوجته زي هذه الفيلا. ليش؟ وما قال لكش راغب ان الواحده لو ما تتزوج ضروري يجيبوا لها فيلا زي هذه؟ لا ما لي شيء. مش وقت كلام الان. الان ندخل للفيلا ونحتفل بحبيبتنا سلاف ونتكلم بكل شيء ولا راحت. شور لانه في كثير شغلات لازم اعرفها. البسين والذهبين من حق اختي وداء، الله يبارك فيها. يا بخت اختش كم معاها من ذهب؟ هذا العز ولا بلاش؟ خلاص شوفي انا عاد البس هذا وبلبس هذه البدله وبلبس هذه وانا بلبس هذه وهذه. بس ها انتبهين عليهن. يو يا اختي اول ما تكمل الحفله وتروح سلاف انا برجع لك. لا انتي بالذات ترجعيهم بكره. ليش؟ لان انتي حتروحي سلاف وسلاف بعدها ممكن في الطريق تسالش عن الذهب حقش وبعدها تنكشف خطتنا. يو صح قد كنت عاد انسى. خلاص انا برجع لك بكره في العمل. تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عذرينا على التاخير بس ثواني بتجهز الوالده الحفله ونبدا نحتفل. ميرسي كثير لعليك. هلا ما قلتي لي هذا الذهب اللي لابستيه اكيد تقليد. ايش من تقليد؟ هذا اصلي وعيار 21. اوف 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 ومنين كل هذا؟ من ازواجنا. اصلا كل واحدة مننا لما تتزوج يكون مهره هذا الذهب اللي انت شايفه. بالله شوف وانا جوز ليش ما جاب لي هاي التبلت. لا 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 مش معقول بنت حلوه واموره زيك بيجيب لها مثل هذا الخاتم؟ مش معقول. انت عارفه ان زوجي اشترى لي هذا الحزام يوم العرس حق الفتاشه وكمان ما اعطانيش حق الفتاشة؟ فتوشة؟ ليش عم تضحكوا؟ شو يعني فتوشة؟ الفتاشة هذه أول ما الزوج يشوف وجه زوجته لازم يعطيها شيء تبي. بس أنا ما جاب لي شيء. يا حرام، لا لا مش كذا يا راغب الصراحة. وما جاب لكش حق الكسوة؟ حق الخال، حق الجد،
ولا اي حاجه من هذا الشيء. ما جاب في شيء بالمره. لا لا حرام هذا اللي يحصل، مش معقول راغب عمل كذا بهذه المسكينه. هلا بدكم تقنعوني انه الواحد بس يتزوج ويجيب كل هدول الشغلات؟ اكيد طبعا. ايوه حياتي عذاب يما. ها وين صار الفرد هذا؟ راح ولا حاجه. يما 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 مالك يا ابني؟ مالك بتصيح؟ انشرت هذا بلده ولا عندي حاجه فتوله. ما قالت لك شبرتك وين عاد شلهان؟ ماشي ما قالت ليش. ايوه شي شلهان الغساله ها؟ لكن لا انا مش موافق على الغساله. اشتيها تغسلهن وتكويهن بيديها ولا ليش تزوجنا؟ الله يحفظك يا ابني. هي شلتين برميل الزباله. الزباله؟ اي قالت ما ينفع النكش وهي عشان لك بدلهن على ذوقها. والورق والوثائق والبضائق والفلوس. الزباله الزباله يما الزباله. الله يعينك يا ولد. اللهم اجعلك خير. سلاف ردي علينا، حاكينا ولو بكلمه. انت كمان عاد تزعلك؟ انت مش عارفه ايش من مصيبه عملتي لي لما كبيتي كل ملابسي في الزباله. في الزباله يا سلاف. وثائقي واوراقي ومستنداتي الماليه في الزباله. سلاف انت ليش بتعملي معي هكذا؟ ليش؟ انت ناويه تجننيني؟ راغب رجعني على بلدي. ايش؟ مثل ما قلت لك بدي ارجع على بلدي وبدي اخبر بابا وماما شو عملت ببنتهم وكيف اكلت حقها كمان. شو عملت ببنتهم وكيف اكلت حقها؟ ما مشكله بس نوصل ببقى بخبرك. سلاف الله يخليكي. لحظه ركزي فكري قولي لي انا ايش ضحكت عليكي وكيف اخذت حقك. الله يخليكي. راغب ها طلع فيني. حاضر اتطلعنا. لا لا راغب منيح منيح يلا لشوف. طلعت منيح وبعدين؟ قلي فكرية ولا سارة ولا منى شو أحسن مني؟ شو جاب سيرة منى ولا فكرية؟ يا ستي أنت أحلى وأجمل منهن وما فيش مثلك. متأكد؟ لا إله إلا الله متأكد ونص. لك ليش أكلت حقي من المهرة؟ قلتي لي لكن هم اللي عبوا راسك بهذا الكلام الفارغ. ليك راغب بليز 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 رفقاتي ما بتحكي عنهم ولا كلمه ولسانك هاد لا تطوله بالمره. على عيني رفقاتك. هلا صاروا رفقاتك. حاضر على راسي. ليك حبيبي بدي حقي من الذهب وبدي حقي من الفتاشه كمان. هو اي حد غطيتي له ما اديلك حق الفتاشه؟ مو بس هيك بدي حق الذهب وبدي بيت جديد والبيت جديد بتسجلوا باسمي. ها وبدي سيارة كمان بس هاي السيارة بدي لونها أحمر وأحلى من سيارة سارة. ها وبالإضافة لهاد بدي حق أبي وأمي وخالي كمان. لا نسيانة أشياء كثير. ليش نسيانة؟ نسيانة حق النكش، نسيانة حق الصالة، نسيانة حق المغنيات. يلا بالمرة كمان بدي اياهم كلياتهم. بعدين لا تعطانيها نو كومنت. الشي اللي بدي أقول لك يا خلاص قلته. لك حبيبي فكر منيح، يا اما بتحافظ على الثروة يا اما بتعتقني وبتطلعني وبتاخذني على بيت اهلي. اوكي وانت عندك حرية الاختيار. يلا فكر منيح ورد لي خبر. صباح الخير. يا صباح النور. ها كيف نجحت الخطة؟ 100% أكيد أكيد. لو تشوفي لو تشوفي كيف عملت به. بس ها ما نكتفيش، لازم خطة ورا خطة لما نطيرها. صح لازم نطير به قبل ما تطير لنا بالرجال.
تعي قولي لي اديتي الدراك اختي وداد؟ يو كيف نسيت؟ والله اني قد جهزته لك. لكن خلاص ولا يهمش، اول ما نكمل الدوام تجين معي للبيت ودي لي شو. ما فيش مشكله. يلا مو بسرعه بسرعه. وجهها وينه؟ الاولاد والادوات وكل شيء فوق السياره، يلا تاخرنا. اصبر يا ابني، من حين حكيت انك شيت بالزنا بيت عمك وبهذا السرعه للما جالسه افكر قد انت مستغني عننا يا قناه. يما لا تقولي هذا الكلام، يعني المساله اسبوع زمان لما تهدأ المساله بيني وبين سلاف، وبعدين فرصه نعمل تغييرات وتجديدات في البيت، اسبوع واحد وارجعكم. يلا ما فعل ما اشتهيت، فعل ما اشتهيت يا قناه. شلنا الو سلاف، كيف حالك؟ ها عملتي كل اللي قلنا لك عليه؟ لك ايه ايه بلا، هذا حقي ومستحيل اسكت عنه. anyway راغب مستحيل يرفض لي طلب. معايا لك مفاجأة، ومفاجأة كثير بتعجبك. بالله شو؟ سربرايز؟ ضروري تيجي لعندي نتقابل وجها لوجه. يلا حبيبي يلا، مسافة السكة بكون عندك. خلاص تمام، يلا مع السلامة. الو اهلا يا عم، حياك الله. ها اصحاب انا زعلاني. ليش؟ من سلاف للمه. ها ايوه عشان موضوع اللبس. لا والله انا قد قلت لها وشرحت لها، لكن ان يا عم عادي متعوده على بيئتها. ايوه انا معاك، النقدي عندنا وفي بيئتنا ولازم تفعل مثلنا، بس الامور تشتي صبر. يعني انت ما حد بيساعدني، بسد مره ابنك لو بسرعة على فعله فعلت لي فكر. يا ايوه شلتها عزمتها وصارت علمتها حق الفتاشه وحق الصاله وحق المن، فعلت لي مقلب خلي الله. خيرة الله الا ان شاء الله كل شيء يصبر، كل شيء يصبر. يلا في امان الله، مع السلامه. سمعت؟ بيت انا اللي تعرفه الشبيعه، وعد معي قطعه ارض ورثتها من المرحوم الله يرحمه. الشبيعه هم كلهم، بس اشتي دبسر لي مشتري باسرع وقت ممكن. والله يهمك، جيب بكره من هذا عمل هاي، المشتري جاهز بفلوسه. بكره؟ بكره ان شاء الله. متاكد؟ متاكد ان شاء الله. خلاص بكره ما عندنا. ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا سيد سلام. كيف شفت البيت؟ نوعا ما جيد. حلو كثير، يوفي معك حق الفتاشه وحق العمه وحق الصاله وحق الخاله. مبسوطه هلا؟ يا ايش حلوين. شايفه هذا المظله؟ هذه بدنا نعملها على السياره. شفتي السياره بالاول؟ تعال تعال. اي تفلتتي من ذهنك. اول يا ايش حلوه، هاي سيارتي اكيد ما؟ طبعا. قلتي بدك سياره احلى من سياره جميل؟ من سياره ساره. احلى منا ولا مو احلى منا؟ احلى منا. مبروك عليك. الله يبارك فيك. المهم مبسوطه. لك الله يخلي لي اياك يا ابن عمي، لك ان شاء الله يا رب تضل تاج راس العمر كله. الله يخليك. تعال تفضل تعال. وين بدنا نحن؟ وين بدنا نحن؟ ولا بنعمل سلاف سلاف، وين انا اسلم على الصبح؟ بعدين حبيبي قلت. وليش بعدين؟ حبيبي اليوم انت رح تكون اسعد بني ادم بالدنيا، اليوم عملت لك سربرايز. وما هو هذا السربرايز؟ اليوم رح استلم وظيفتي بالشغل. ها؟ ومنين لك الوظيفة؟ رفقاتي دبروا لي اياها. ومالو طلب منك توظفي؟ انا مقصر عليك بشيء؟ مش كل حاجة حد عندك؟ حبيبي لا تقول لي ولا اقول لك، انا قررت وخلص، هذا الموضوع بالذات غير قابل للنقاش، بعدين لازم يكون عنصر فعال بهالمجتمع. فعال فعال ما اختلفنا، بس خلي لا بس ولا يكون على بالك، خلص انا قررت. سلاف حبيبي صحي ما قلت لك، إذا أنا تأخرت لا تقلق بالمرة ها، لأني أكيد رح أعمل لك أنا. سلاف، لحظة غير ملابس أجي معك، سلاف، أنا رايح الشغل معك، سلاف، يا سلاف. خلاص كم الشهر؟ أجل شغالة لازم أدفع. اصبري اصبري، خلاص الصبر الفرج. بابا أنت كل مرة في كلام اصبر، صغارة ما في اصبر. بعدين.
بابا هذا فاتورة ماء. هذا فاتورة كهرباء. هذا فاتورة تليفون دولي. كم؟ 80,000؟ 80,000 اتصالات دولية؟ ليش؟ مدام حقك انت في كلام كثير، كلم ماما تكلم بابا للخارج. اه مدام حقي مدام حقي. طيب ما اشوفك يا سلاف، خلاص روحي انت، بابا يدبر فلوس بعدين، روحي. اشوفك يا سلاف، اشوفك يا سلاف. بابا مدام سلاف ويني جد؟ بابا مدام سلاف في التلفزيون. فين؟ تحلم يا جنف. كابوس، أنا في البيت، لك الحمد يا ربي ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر. جنف. يا جنف. ها. سر كيفنا؟ ها. كيفنا؟ ما شاء الله ما شاء الله، صلاة على رسول الله.